تحرير عن الوطن داخل فلسطين كان بيخاطب في ذهني بعض التعليقات من اشخاص ربما كمان حزين للقضيه الفلسطينيه وكانوا من المشاركين في الثوره لسؤال بيتقال هو انتم بتعملوا ندوه ليه؟ يعني هل الوضع في غزه يتحمل ان الناس تبقى قاعده في اوضه مقفوله وبتتكلم؟ طيب هل المشكله حاليا في غزه بس؟ طب ما في سوريا وفي العراق والاولى من كده مصر. ده كلام كان من جيل انا تعرفت عليه بدايه من مظاهرات الانتفاضه في 2000 وبعد كده في مظاهرات 2006 اللي كانت بتؤيد مقاومه حزب الله ضد اسرائيل، وفي 2008 و2009 في العدوان الاسرائيلي وما تلا ذلك خلال الثوره. اللي حصل بعد الثوره متغير كبير جدا زي ما كان عمر بيقول وزي ما كلنا كنا مرتاحين ان في خطاب غريب جدا من النظام ما كانش ياكل نظام مبارك. نظام مبارك في عز قوته وفي اوقات الاعتداءات الاسرائيليه لم يكن يجرؤ انه يخرج بخطاب زي الخطاب اللي احنا شايفينه في الوقت الحالي. الجماهير اللي في الشارع اللي ممكن كانت بتكون برد فعل مشابه مع بدايه العدوان الاسرائيلي، الكلام على ان الفلسطينيين باعوا ارضهم، الفلسطينيين متعايشين مع الاسرائيليين وبياكلوا من وراهم، كل الكلام ده كان بيتقال مع بدايه الاعتداء كنوع من اخفاء الضعف، ولكن مع اول رصاصه من المقاومه كان الجماهير بتلتف حوالين المقاومه الفلسطينيه. القضيه الفلسطينيه فضلت حتى بعد كامب ديفيد لمده اكثر من 30 سنه هي القضيه الوحيده اللي قادره على انها تحرك الشارع المصري، وهي القادره على انها تجمع كل الفصائل على اختلافاتها، كل الفصائل اللي كانت ممكن حتى تختلف في مشاريعها للتغيير كنت تختلف مع بعض في رؤيتها حتى للتعامل مع نظام مبارك، وبعد خلال الثوره كانت بتختلف في موقفها في التعامل مع النظام العسكري او رؤيتها لمشروع للتغيير بعد الثوره، كانت بتتفق على شيء واحد وهو القضيه الفلسطينيه. للاسف احنا دلوقتي قدام واقع لازم نعترف به ان حتى الشارع المصري قدر يبتلع ما يقوله النظام الاعلام النظام وما يروجه بكل اكاذيبه وبكل هشاشته ولكن يتم قبوله. ليه ده ممكن ده يكون جزء من رؤيتنا؟ هو ليه اصلا قبول اعلام قبول الثوره المضاده وتبني خطاب؟ لكن احنا لما بنجتمع احنا هدفنا على الاقل المجموعه الصغيره دي او المجموعه اللي بتشوفنا بعد تفعيل الندوه على الانترنت ان احنا على الاقل عايزين نفهم. يعني احنا مش مطلوب مننا ان احنا كمان يا اما نمشي ورا خطاب النظام او على العكس ان احنا نرفضه رفض صامت. استكمال للحكي التحليل عن الوضع داخل فلسطين، انا حابب استكمل الوضع عن الجانب الاسرائيلي. اسرائيل اللي بتسمى حاليا في يعني في خطاب البعض انها ليست العدو، اللي بتصنف انها مش العدو، وان احنا ممكن نلاقي واحده في منصب نائب رئيس تحرير الاهرام بتدعي لنتنياهو عشان يهزم حماس، هي كيان استعماري وضعه الاستعمار في الوطن العربي لمحو اي محاوله، اي مجرد محاوله للتحرر الكامل والمسدس الاستعمار في شكله الجديد. يعني بعد انتهاء مرحله الاستعمار العسكري اسرائيل بتقوم بدورها في انها تمنع اي دوله في الوطن العربي انها تقوم بنهضه حقيقيه وانها تتحرر تحرر تام من الاستعمار بشكله السياسي والاقتصادي. اسرائيل على مدار اكثر من 50 سنه قامت بحروب مباشره تجاه الدول العربية سواء منفصلة أو مجتمعة أو عن طريق اعتداءات مؤقتة، يعني زي مثلا ضرب المفاعل العراقي، ولكن بشهادة خبراء استراتيجيين إسرائيليين إسرائيل لم تنتصر من 67 حتى الآن. ليه إسرائيل لم تنتصر في الواقع؟ لأنها بتواجه مقاومة قوية ومقاومة شرسة. طيب ليه اسرائيل من وقت للتاني بتقوم باعتداءات على الفلسطينيين؟ هل المساله راجعه ل كراهيه دينيه؟ هي بالطبع يعني دي مش مقاومه للارهاب لان احنا مش هنبلع اللي بيتروج لنا من الاسرائيليين ولا من عملائهم، ولكن هل هي المؤامره المتجدده زي ما بعض الطيارات بتقول ان فكره ان في مؤامره دايما بتتم على غزه لان هي مقاومه اسلاميه؟ في الواقع اسرائيل لما بتهاجم المقاومه فهي ما بتعملش جديد، هي مجرد انها بتجدد نشاطها اللي هي قامت بالاساس عليه. اسرائيل ممكن يكون جزء من هدفها هو محو الفلسطينيين تماما من ارضهم، ولكن استكمالا
لأهدافها مرتبط بخريطة الوطن العربي، بوضع خريطة سياسية بتهدف مصالح الاستعمار. لما بنشوف إسرائيل خلال فترة حوالي 10 سنين، يعني من قبل حتى 2008، حتى من أيام الحرب على جنوب لبنان 2006، بنلاقيها أنها أولاً بتعاني من أزمة ركود اقتصادي، وبتعاني من أزمة نزوح الشباب الإسرائيليين للخارج، وبتعاني كمان من أزمة ديموغرافية، التركيبة السكانية بتبقى لصالح الفلسطينيين، وكمان بيخش فيها عامل العمالة الأجنبية اللي عددها بقى ضخم جدا نتيجة عدم رغبة الإسرائيليين في الاشتغال في الأعمال اليدوية. ده بالنسبة لو بيشكل مشكلة بالنسبة لأي دولة، هو بيشكل بالنسبة للإسرائيليين مشكلة وجود. ولكن بيظهر الجانب الثاني من طبيعة الوجود الإسرائيلي، وهو الوجود العسكري. إسرائيل في كل حرب جديدة بتستخدم أسلحة جديدة وبتجربها، وبتعلن ده بشكل صريح إنها بتستخدم إنها بتجرب أسلحة جديدة، وده جزء من الدور اللي بيكون بيه لصالح الاستعمار. يعني شركات السلاح الضخمة اللي في العالم اللي مثلا بتمثلها مثلا بشكل كبير الولايات المتحدة الأمريكية، لما بتضخ أسلحة عن الإسرائيليين، فجزء من مهمة الإسرائيليين انه يجرب الاسلحه دي. طبعا المكان الاساسي للتجريب هو الفلسطينيين. الجانب الثاني هو ضخ المعونات من جديد على اسرائيل. في حاله الهدوء او الاستقرار، المعونه بتفضل عن حدها الاساسي، ما بتزيدش عن كده الا في حالات الحروب. الجانب الثالث هو لان طبيعه المجتمع قائم على الحرب، وبالتالي جزء من حشد الاصوات لصالح الحكومة هو إحساس الإسرائيليين بالخطر واتجاههم يمينا، وده اللي واضح من خلال الحروب اللي فاتت على غزة، إن كلما اشتعلت الحرب الأصوات بتضخ في اتجاه اليمين وأكثر يمينا. ويمكن كان جزء من الخطاب الصهيوني خلال عملية الاحتجاجات اللي حصلت بعد الثورة في أواخر 2011، حصلت احتجاجات في إسرائيل نتيجة أزمة السكن مش أكتر، ولكن كان الخطاب المروج إن أنتوا دلوقتي بتعتصموا في الشوارع وأنتوا مش عارفين إن الفلسطينية بيخططوا إن هم يعملوا انتفاضة. الخطاب ده كان ليه تأثيره، وبالفعل الإسرائيليين قاموا بعدوان في 2012 قضى على أي محاولة للاحتجاج. الجانب الإسرائيلي ما هواش الطرف الوحيد في المعادلة، والاعتداء على غزة ما هواش منفصل عن الوضع في سوريا أو العراق ولا حتى الوضع في مصر. الوضع بيكتمل بأن الإسرائيليين في وضعهم ده هم بيطرحوا نفسهم تاني قصاد الأمريكان باعتبارهم هم الخادم الأوفى. هو هم الإسرائيليين النكهة زي ما بيقول هم كلب الحراسة الأمريكي، ولكن بتظهر أطراف أخرى شايفة نفسها بتمثل المصالح الأمريكية، ومنها النظام المصري والنظام السعودي بيظهروا كمنافسين، ومنافسين مش خصوم، عشان ده مش تناقض بين إن النظام يكون بيساعد إسرائيل وإن هو في نفس الوقت في منافسة معاها قدام الأمريكان. إسرائيل بتطرح نفسها من جديد إن هي الكلب الأقوى للأمريكان، وهي القادرة على التحريك حتى مع وجود أطراف أخرى متواطئة وعندها استعداد إنها تقدم نفسها للأمريكان كخدام جدد أو خدام قدامى عادوا من جديد. الأنظمة الخليجية، النظام المصري، حتى النظام السوري على ما كان يدعي بأنه مقاوم، هو بينفذ واقع مساعد للاستعمار. النشاط إسرائيل، حرب إسرائيل على غزة ما نشوفها بمعزل عن الحرب الأمريكية الجديدة على العراق ولا ما يحدث في سوريا، هو بس استعادة مشروعات قديمة للتفتيت وللتقسيم. إسرائيل اللي بيقوم بيه ما يتعلق بيها هو محو المقاومة نهائيا. غزة حاليا هي بؤرة المقاومة الوحيدة اللي فاضلة في فلسطين. عمليات تهويد الأراضي زي ما اتكلمت التحرير كانت سائرة على قدم وساق. رام الله الوضع فيها منتهي، وبالتالي البؤرة الوحيدة للمقاومة كانت غزة، وكان الهدف محوها نهائيا. محور التواطؤ العربي
يساعد اسرائيل المره دي بشكل سافر وواضح. مش محتاجين نكرر تفاصيل عن ما يقال في الاعلام وعن التصريحات الرسميه وعن حاله التبجح ان هي بتتهم حماس بانها هي كمان المسؤوله عن الشهداء، ولكن الواقع الامر بخلاف الجانب الاعلامي اللي هو برضه ليه تاثيره قوي في جانب عسكري في مسدد الاسرائيليين، منها هو خلق المقاومه، وده ما تمش خلال الشهور اللي فاتت وبس، ده عمليه بتتم من تقريبا 2008 2009 بشكل يعني لاعتصار المقاومه في غزه. اتعمل لو نفتكر السور الحديدي اللي هو كان بيوصل للاعماق على حدود بين مصر وبين غزه، ومع ذلك الفلسطينيين نجحوا في ان هم يفتحوا ثغرات فيه. السلطه في غزه اللي هي سلطة منتخبة وشرعية من شعب غزة اتمنعت من حقوقها في الأموال الخاصة بها، اتمنعت حتى من الإمدادات الإنسانية إنها تجيلها من أي بلد، هي منزوعة القدرة على إن يبقى لها مطار أو ميناء. حالة الخنف والحصار ما حرمتش السلطة في حرمتش المقاومة في غزة من إنها تقدر تستعد ليوم تقدر تخرج فيه تكسر حالة الصمت، خاصة في إن إحنا بنتكلم عن حالة تراجع للثوره العربيه لادنى لدرجه ما تحت الصفر. فكان يجب ان يكون في صفقه من جانب المقاومه الفلسطينيه اللي هي يعني مع حاله الخنق ده انها كمان بتجرب من قدرتها حتى على المواجهه السياسيه. اقتصاديا الانقطاع مدمر تماما، ولكن في جانب اقتصادي ثاني من مواجهه محور التوافق، وهي ان الأقطاب الرأسمالية الأساسية في دول الخليج وفي مصر هي موالية للاستعمار الصهيوني والأمريكي بشكل غير عادي. ده مش مجرد موالاة تنازع إيديولوجية وبس، لكن هو في ترابط قوي وترابط دنيوي بين الرأسمالية المصرية وبين الاستعمار كل الرأسماليين اللي صعدوا في مصر بعد كامب ديفيد هم مرتبطين بمشروعات اقتصاديه وشراكه اقتصاديه مع الامريكان ومع الاسرائيليين. الاسمنت المصري كان بينتقل عن طريق سلطه ابو مازن للاسرائيليين لبناء السور العازل، وبالتالي احنا بنتكلم عن ترابط وتكامل بين النظام الحاكم في مصر والنخبه الحاكمه بما في ذلك البيروقراطيه والنظام العسكري والرأسمالية المصرية بمصالح مع الأمريكان والصهاينة. ومن هنا ما نقدرش نقول إن هي قضية منفصلة أو قضية جيران، يعني مقاومة دعم المقاومة في فلسطين هو جزء من تماسك الثورة المصرية على الحد الأدنى من المقاومة برغم حالة التراجع اللي لازم نعترف بيه. وبالتالي بنرجع هنا للنقطة الأساسية، نقطة موقفنا من المقاومة. المقاومة في فلسطين شئنا أم أبينا هي الغالب عليها هي المقاومة الإسلامية. طيب هل المفروض إن أنا أدعم المقاومة حماس اللي هي إخوان؟ أنا مش بالضرورة إن أنا أتبنى خطاب النظام اللي هو بيحشي دماغ الناس بإن فكرة الإخوان تأمروا على مصر والإخوان جزء من مؤامرة خارجية، وأنا لو شخص وخرجت في يوم من الأيام صوت الإخوان فخرجت لأنها كانت خرجت على أهداف الثورة وإنها تصالحت مع هذا النظام اللي هو بعد كده ابتلعها. أنا موقفي مش بيتحدد حسب إيديولوجية من المقاوم، ولكن بيتحدد حوالين موقفه من إسرائيل. أنا إزاي إن أنا أكون باصص يعني مركز على نقطة إن المقاومة إسلامية ومش مركز على إن المقاومة دي بتقاوم إسرائيل؟ يعني هل انا المفروض في الوقت ده لو انا حتى مش محدد موقفي من المقاومه، انا موقفي ايه من الاسرائيليين؟ في وقت الحرب على غزه على جنوب لبنان في 2006 كان في دعايه غريبه جدا فكره ان حزب الله شيعه. طيب هي اسرائيل سنه؟ طيب الحماس اخوان المسلمين؟ طب هي يعني اسرائيل بتمثل ايه؟ التيار التقدمي في الوطن العربي؟ موقف الاشتراكيين الثوريين هو دعم المقاومه دعم نقدي. بنقصد بانه دعم نقدي ان هو لا يكف عن
نقد نقط الخلاف مع المقاومة لأنها بصفتها أولا ممكن بتمارس ممارسات في وقت إحنا شايفينه إن دي ممارسات ضد الثورة أو ممارسات ضد الحرية الشخصية في بعض الأحيان. كمان فكرة تبنيها لمشروع مخالف لمشروع الثورة ربما تكون المقاومة الإسلامية ما بتفرقش بين الاحتلال ما بتربطش بين الاحتلال العسكري وبين الاستعمار كجزء من نشاط الرأسمالية، ربما تكون بتتبنى أحيانا ممارسات طائفية، ولكن أنا في اللحظة دي أنا بدعم المقاومة طالما هي تحمل السلاح ضد إسرائيل. باجي للنقطة الأخيرة فكرة من المنتصر، وأنا يعني كان التحرير اتكلمت عنها بس هتكلم عنها من جانب تاني، يعني من جانب رؤية الخبراء الاستراتيجيين في إسرائيل لفكرة من المنتصر في الوضع الحالي. طبعا الخطاب الشائع في إسرائيل هو خطاب ممكن ما يكونش بيبقى كتير عن خطاب عكاشة ولا السي بي سي، هو فكرة إن حماس إرهاب ويجب القضاء عليها ويجب أن تنتصر إسرائيل، مش مشكلة عدد اللي بيموت، مش مشكلة أي إن كلام عن الالتفاف الإسرائيلي حول نتنياهو، إن نتنياهو لازم يصعد وما يهتمش بأي تفاصيل لا على الجانب الفلسطيني، يعني فكرة الجوانب الإنسانية، ولا يهتم بالمواجهة الرفض الشعبي العالمي، ولا كمان يهتم بفكرة حتى عدد القتلى. ولكن في الجانب الثاني بنشوف ان التحليل الخبراء الاستراتيجيين بيبص ان ممكن يكون ما فيش منتصر، يعني ما فيش دلوقتي ما ينفعش نقول ان اسرائيل منتصره ولا حماس منتصره بالوضع العادي، بمعنى ان دي باعتبارها حرب، ولكن لما بيتم تحليل المساله على اساس توازنات القوى، توازنات القوى على الارض، ان دي حرب غير عاديه، ما هياش حرب بين جيشين نظاميين تقدر تحسب من المنتصر ومن المهزوم، انت بتتكلم عن جيش نظامي قوي جدا حديث جدا من اقوى الجيوش في العالم، مش كده وبس، بتسنده كمان اقوى جيش في العالم الجيش الامريكي، ومسانده مش عسكريه وبس، مسانده كمان اقتصاديه وسياسيه. فهنا بتتكلم عن وضع المقاومه فيه منتصره ليه؟ لانها وقفت المشروع او اهداف الحرب الاسرائيليه الاخيره على غزه. الاسرائيليين عجزوا على ان هم ينفذوا مخططهم بسبب قوه المقاومه، مش كده وبس، المقاومه كمان قدرت تكسب ارض وانها تحقق اهداف ما حققتهاش حروب قبل كده، وده فاجئ الاسرائيليين. زي ما تحرير اتكلمت عن اطلاق صواريخ في الاعماق، اختطاف عدد من الجنود، قتل عدد من الاسرائيليين اكثر حوالي 3 مرات مما هو معلن، يعني معلن حوالي 60 او اكثر. في بعض الاسرائيليين بيتكلموا عن ارقام اكثر من كده، ولكن الرقابه على الاعلام الاسرائيلي بتمنع اي حتى محاولات احصاء. على جانب ثاني انتصار المقاومه ما بيوقفش عن الجانب العسكري، ولكن مع التأييد الشعب الدولي. للأسف ربما احنا مثلا في مصر او ممكن الصورة تكون مشابهة في الدول العربية في حالة خمول وفي حالة احباط ما انعكس بصورة مظاهرات زي ما كان بيحصل في الحروب اللي قبل كده على غزة، ولكن على المستوى الدولي ورغم ان بعض الأنظمة أيدت الإسرائيليين بشكل سافر وبعض الأنظمة وقفت موقف مايع من الحرب، لكن خريطة الحركة الشعبية لإدانة إسرائيل ومواجهة وتأييد المقاومة في غزة تقريبا بتحتل معظم أجزاء الكرة الأرضية، ده حتى باعتراف بعض المواقع الإخبارية الإسرائيلية برصد حركة المظاهرات المضادة للنهضة للعدوان الإسرائيلي. كان في محاولات لافتعال مظاهرات أو تنظيم مظاهرات مضادة ومظاهرات مؤيدة لإسرائيل زي ما تم أثناء العدوان في 2012 وأثناء العدوان 2009، ولكن فشلت. ممكن الصورة ما تكونش شديدة التفاؤل، إسرائيل مش هتنتهي بكرة،
الاستعمار لا يزال قوي، لا يزال موجود في العراق وفي سوريا وفي الخليج وفي مصر، ولكن بأشكال مختلفة. ولكن لازم نبص على الجانب الآخر، وهو إن الخيار الوحيد قصادنا هو المقاومة. الخيار الوحيد قصاد الجماهير في مصر أو في فلسطين أو في أي دولة لواجهة الاستعمار ومواجهة الأنظمة المواجهة للاستعمار هو المقاومة. داخل الإسرائيلي دي مسألة بتاخد جانبين وماشيين بالتوازي مع بعض. أنا اتكلمت عن الاتجاه إلى اتجاه الأصوات إلى اليمين وأكثر يمين. ده ما كانش مسألة مش جديدة في الحرب دي، لكن في خلال تاريخ الحروب الإسرائيلية كلها، يمكن بداية بالنشاط الاستيطاني، مع كل مرحلة جديدة من الصراع يزداد الاتجاه يمينا، حتى برغم من الخسائر المادية والبشرية. بنتوقع ان يبقى في اصوات بتتكلم عن حلول تانية، بما ان في خسائر ماديه وبشريه نتكلم عن حلول تانية. بيبقى في اصوات بتدعو لده، ولكن الاصوات دي لازم نعرف هي حجمها قد ايه، ولازم نعرف هي حقيقه شعارها ايه. اولا عدد او نسبه الاصوات المعارضه للاتجاه الاسرائيلي العام هي اصوات قليله جدا، نسبتها هشة للغاية. زميتين في الشارع. بالإضافة لنقطة مهمة جدا، إن إحنا لازم لما نتكلم عن حركات ضد الحرب ليس معناها إنها حركات سلام، هي حركات ضد تبعات هذه الحرب وضد نفقات الحرب، لكن ليست هي حركات مؤيدة للفلسطينيين، وليست حركات ضد الاستعمار. يعني مثلا حركة زي حركة السلام الآن صوتها أصبح منعدل تماما من تقريبا من خلال من بدايه الالفينات، مش موجوده تماما على الساحه، تصريحاتها يمينيه بحته مؤيده للحكومه. دي حركات رفض الخدمه، ودي حركات مهمه ان احنا نعرف عنها، بس لازم برضو نحط في بالنا فكره ان هي حركات بترفض الخدمه في المناطق الفلسطينيه وليست مؤيده للمظاهره الفلسطينيه. هو شباب رافضين ان هم يتقتلوا، هو شباب سواء انها اتولدت في اسرائيل او هاجرت، هم مش عايزين يدفعوا ثمن الدم مش اكتر. ومنها طبعا حركه امهات متشحات بالسواد، هي حركه الامهات الثكالة اللي فقدوا ابنائهم قبل كده، ودي برضو حركات هي مناهضه للحرب، ولكن ليس بالضروره ان احنا نبص لها انها حركات مؤيده للحق الفلسطيني، لازم نحطها في حجمها. ولكن بالإضافة كمان مثلا الخسائر المادية المباشرة، إسرائيل خسرت ما يقرب من 5 مليار شيكل، 4.5 5 مليار شيكل خلال الحرب، بين التكلفة العسكرية، التكلفة العسكرية مش محددة، ولكن بتكلم كمان عن الخسائر المباشرة والتعويضات اللي هتبقى على الحكومة دفعها نتيجة الخسائر، والخسائر الأضرار اللي وقعت، وتعويض الخسائر المادية نتيجة توقف النشاط الاقتصادي. كل الفعاليات الثقافيه والرياضيه تقريبا شبه متوقفه في اسرائيل، السياحه وصلت لحد الصفر، كل دي اضرار على الاقتصاد الاسرائيلي على الحكومه انها تعوضها. ده مش نهايه المطاف، وده مش هيخلق تصدع في الجانب الاسرائيلي، لان في اموال معونات بتضخ عشان تعوض ده. ممكن كمان خلال الحرب بانت التناقضات بين المناطق المحرومه وبين المناطق الاولى بالرعايه جوه اسرائيل، زي ما مصر وزي اي بلد راسمالي في مناطق الحكومه بتوليها رعايتها، وفي مناطق مهمشه، طبعا مش مهمشه زي العشوائيات بتاعتنا، يعني لازم بعرف انها مهمشه، بس بالنسبه يعني بالظبط كده المناطق المهمشه زي مثلا المناطق المتوسطه مدينه مصر، دي تعتبر مهمشه بالنسبه للاسرائيليين. يعني مثلا منها ان الصواريخ لما تنزل على المستوطنات اللي في الجنوب الاعلام ما بيغطيهاش بشكل كافي زي ما كانت الصواريخ بتنزل على تل ابيب. ولكن كل التناقضات دي اللي ممكن الحرب تضحها، مش عايزين نبقى متفائلين اكتر من لازم، ونشوفها انها هتخلق تصدعات تؤدي لانهيار المجتمع
انهيار اسرائيل. اسرائيل بتعتمد اساسا على ضغط المعونات من الخارج، والمعونات دي هي اللي بتخفف من حده التناقضات. ولكن هي بتعكس لنا من ناحيه ثانيه تحولات حصلت في المشروع الصهيوني، ان المشروع اللي كان قائم على الحشد الايديولوجي في الستينات يعني فتره الاربعينات وبعد كده في الخمسينات والستينات، حصل فيه تحول ان الاجيال الجديده اللي بتطلع فيه متبنيه بوجهه نظر براجماتيه بحته، هو لو شايف ان مصلحته في امريكا هيروح على امريكا، في بريطانيا هيروح على بريطانيا، في اي بلد هو ما عندوش استعداد انه يضحي باي ميزه هيحصل عليها في بلد بره مقابل اي الحلم الصهيوني بين قوسين. دوافع الهجره بعد ما كان دافع الايديولوجي والشحن هو اللي كان العنوان الاساسي لدعوه اليهود للهجره لفلسطين، انتهى ده تماما واعلن رسميا يعني مع حكومه باراك في بدايات الالفيه ان على وكاله الهجره الصهيونيه انها تقدم مميزات لليهود لدفعهم للهجره، وتقدم كمان مميزات دي ممكن حتى للاشخاص اللي هم حسب الديانه اليهوديه حتى مش يهود ولكن بيوافقوا على ان هم يقوموا باجراءات التمويل. الحرب اللي جوه بين مؤسسه الدوله وبين المتدينين على فكره ان لازم المؤسسه الدينيه تتساهل في فكره التمويل، ده تحول كبير جدا بينعكس في فترات زي دي، بينعكس في ان الالتفاف حوالين المؤسسه الصهيونيه ما هواش بالشكل اللي بيروجه الاعلام، ولكن زي ما قلت مش لازم ان احنا نبص له ان ده هيؤدي الى فعل ميكانيكي بشكل ميكانيكي كده ان الاسرائيل المشروع الصهيوني هيتفكك لوحده واحنا نستناه لحد ما يتفكك.